السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بارك الله فيك يا شيخنا وأطال وفيك الله في عمرك وبارك الله فيك. على طاعة الله جميعا يا رب. أنا عندي بس 3 أسئلة تسمح لي. يعني اتفضل. شخص بيسأل، لو أبوه شخص مثلا فاسد، مثلا بيدخن ومدمن ومعاملته غليظة، يعني ايوه هل يجب عليه إنه يبره ولا يبره، ايضا يبره لكن لا يساعده على الاثم والعدوان. مثلا ما يبعدش عنه مثلا عشان خاطر يعرف ان يبره لكن لا يساعده على الاثم والعدوان. تمام سلام. ماشي.